السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه جديده من برنامج Equation in Lab، او المعادلات المستخدمه في المعمل. حلقه النهارده حلقه في غايه الخطوره، هنتكلم فيها عن ال HbA1c وعلاقته بالفركتوزامين، وهل لو مريض عنده انيميا او لو حاله بريجننت ينفع اعمل لها تحليل A1c، وهل ما ينفعش ايه الطريقه الصح اللي اطلع منها ال HbA1c. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا ومليانه معلومات، فركز في كل كلمه هتتقال فيها. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا اشرح لك الموضوع بكل بساطه. انا عندي في المعمل تحليل اسمه الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي او ال A1c او ال HbA1c. قال لك بكل بساطة ده بيعرفني نسبة السكر في الجسم خلال 120 يوم اللي هم عمر الـ RBCs. وبعض الكتب قالت من 3 شهور لـ 4 شهور اللي هو من 90 يوم لـ 120 يوم. هو علاقة بين الهيموجلوبين والجلوكوز. فلو حصل أي ديفكت عندي في الهيموجلوبين هيحصل عندي مشكلة في نتيجة الـ A1C. طب لو بيشنت عنده أنيميا أو لو واحدة بريجننت جاية المعمل تعمل تحليل A1C ينفع أعمل لها التحليل ده؟ قال لك لا طبعا، لان النتيجه هتكون مش مظبوطه. في حالات الايرون ديفيشنسي انيميا والميجالوبلاستيك انيميا هيحصل عندي زياده للاي 1 سي. ليه؟ قال لك لان الهاف لايف بتاعه الار بي سيز، فتره عمر الار بي سيز هتزيد، وبالتالي الاي 1 سي نسبته هتزيد. اما في حاله الهيموليتيك انيميا والثلاسيميا والبريجننسي، عمر الـ RBCs هيقل، وبالتالي هيحصل false decreased للـ A1C، والنسبة بتاعته هيحصل فيها انخفاض كاذب. فسواء عندك iron deficiency anemia أو megaloblastic anemia أو hemolytic anemia أو thalassemia أو pregnancy، ما ينفعش أعمل التحليل ده. طب إيه الحل؟ هقول لك دلوقتي، بس ركز معايا في السلايد اللي جاية. false increase للـ A1C في الـ iron deficiency anemia والميجالوبلاستيك anemia، اما الفورس ديكريزد للـ A1C في الهيمولوتيك انيميا والثلاسيميا والبريجنانسي. الحل ايه؟ اتصرف ازاي؟ قالك بص يا سيدي، انت عندك تحليل اسمه الفركتوزامين، وهو علاقة البروتين او الالبيومين بالجلوكوز، تمام كده؟ هنشتغل الفركتوزامين، وفي ايكويشن، في معادلة نطلع منها الـ A1C. المعادلة بتاعتي بتقول ايه؟ ال HbA1c equation هتساوي 0.017 في الفركتوزامين زائد 1.61. النسبة الطبيعية بتاعت الفركتوزامين من 200 ل 285. تعال أقول لك مثال يوضح. لو طلع عندك الفركتوزامين 330، يبقى نتيجة ال A1c هنا كام؟ قال لك ال equation بتقول إيه تاني؟ ال HbA1c بتساوي 0.017 في الفركتوزامين level بلس زائد 1.61. يبقى ال HbA1c هتساوي 0.017 في 330 بلس 1.61، يبقى ال HbA1c بتاعتي 7.2. وهنا دي الطريقة الأدق اللي أطلع بيها ال A1c في الحالات اللي شرحناها. أتمنى حلقة النهاردة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس، باي.